بشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. ملفات الأمن والاقتصاد على رأس أولويات زيارة العمل لرئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر. محكمة ليبيا تصدر حكما غيابيا بالإعدام ضد خليفة حفتر، ومحكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي. الرئيس الفرنسي يصل روما، هل تطوي الزيارة سنوات من الخلاف بين البلدين؟ بايدن يدرس خطوات إضافية لتعزيز حربه لخفض أسعار النفط، المستثمرون يشككون في فعالية سحب الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية. وفي نشرتنا لون العالم برتقاليا، شعار الأمم المتحدة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. مرحبا من جديد. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن التي تؤدي زيارة عمل إلى الجزائر. زيارة العمل التي تدوم يومين تندرج ضمن سياق التأكيد على وجود العلاقات أو جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. من جديد تؤكد الجزائر وتونس على عمق العلاقات الثنائية التي تربطهما من خلال زيارات مكثفة تمخضت عنها إرادة مشتركة لتعزيز التعاون وترقيته على كل المستويات. نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية تحل بالجزائر في أول زيارة عمل لها منذ تعيينها من طرف الرئيس قيس سعيد، وفي حقيبتها سنة علاقات توارثها البلدان لسنوات مبنية على التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زيارة نجلاء بودن تستبقها مجموعة من اللقاءات المرتقبة في الأيام القادمة تحضيراً لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية. فتبرز العلاقات الاقتصادية في سياق التشاور المكثف للرقي بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي متكامل. زيارة تبحث من خلالها تونس التي تعيش في الأشهر الأخيرة وضعاً اقتصادياً خاصاً، فمن شأن تنويع الشراكة مع الجزائر أن تكون متنفساً لأزمة الاقتصاد التونسية. زيارة نجلاء بودن هي أيضاً مناسبة لتعزيز التشاور وبحث المسائل السياسية المشتركة إقليمياً على غرار الأزمة الليبية، بما تشكله من رهان يضع البلدين أمام حتمية التنسيق المكثف، لما للأزمة من انعكاسات على عمق الأمن القومي لتونس والجزائر، لا سيما أن ليبيا وصلت إلى مرحلة تفرض توحيد الجهود للمساهمة في إنجاح مسار تسوية أزمتها. معنا من تونس عبر خدمة سكايب المختصة في الشأن الاقتصادي الدكتورة جنات بن عبد الله، أهلا بكم سيدتي. أهلا. مرحبا، كيف تقرأين طبيعة العلاقات الجزائرية التونسية في السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي طبعا؟ نعم، اليوم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية يعني لابد يعني بالنسبة للمسار المسار يعني التشاور بين تونس والجزائر التي طغى عليها في السنوات الأخيرة الصمت والركود، واعتقد أن المتغيرات الإقليمية والدولية التي أصبحت حقيقة تهدد يعني الاستقرار للمنطقة والاستقرار السياسي في البلدين، اعتقد أن المطروح اليوم على البلدين هو القطع مع آليات التعاون الاقتصادي التقليدية التي طغى عليها كما يعني أشرت، الجمود والصمت وغياب التنسيق المشترك والعمل على إيجاد استراتيجية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين وتشكل حقيقة حصنا منيعا تجاه هذه المتغيرات. نعم دكتورة، كيف يمكن أن تصل الجزائر طبعا وتونس إلى إحداث تكامل اقتصادي يعكس عراقة الشراكة والتحالف التاريخي بين البلدين؟
نعم يجمع يعني البلدين، هناك اتفاقيات، واخر هذه الاتفاقيات هي اتفاقيه التجاريه التفاضليه التي تم التوقيع عليها في سنه 2008 ودخلت حيز التنفيذ في سنه 2014، ولكن الى حد هذه الساعه لا يوجد يعني تعاون اقتصادي ومبادلات تجاريه حقيقيه بين البلدين. اذا ننتظر يعني في ظل هذا التنسيق السياسي وهذه الرؤى المشتركة، خاصة في ظل حرص رئيس الجمهورية التونسية على يعني إدراج هذه الزيارة، زيارة السيدة يعني رئيسة الحكومة نجلة بودن، ضمن استراتيجية يعني متكاملة ومستدامة. وبالتالي اليوم لابد من العمل على تكثيف يعني أو تفعيل هذه الاتفاقيات والعمل على إيجاد أطر جديدة ويعني تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، باعتبار أن هناك حقيقة تكامل اقتصادي لابد من البحث عن الآليات الدقيقة من أجل يعني تشجيع رجال الأعمال في البلدين على يعني بعث مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات يعني البلدين. واليوم عندما نتحدث عن تعاون جنوب جنوب، فهذا يفرض علينا اليوم أيضا التنسيق بخصوص التعاون شمال جنوب، أي بين تونس والاتحاد الأوروبي والجزائر والاتحاد الأوروبي. تعلمون أن اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع الاتحاد الأوروبي بين البلدين دخلتهما البلدان بصفة منفردة، وأعتقد أنه في ظل هذا التناغم السياسي بين البلدين يفرض اليوم رؤية جديدة في التعاطي مع ملف التعاون بين الشمال والجنوب مع الاتحاد الأوروبي، ووضع هذا الملف على طاولة مشتركة حتى لا تدخل تونس بمفردها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وحتى أيضا لا نترك الجزائر تدخل لوحدها في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن اليوم حان الوقت لإيجاد يعني أطر تعاون جنوب جنوب في التعاطي مع الشمال، وأعتقد أنه هناك أمامنا فرص حقيقية للاستفادة على الأقل من هذا التعاون شمال جنوب وتوظيفه في خدمة أولويات البلدين، باعتبار أن الانفراد الاتحاد الأوروبي في التفاوض مع البلدين يعني شكل حقيقة أو أصبح عامل ضعف بالنسبة للقدرة التفاوضية في تونس. ونحن نعلم نعم دكتورة، الجزائر نتحدث عن المجالات الممكن الاستثمار فيها بين البلدين، أهم المجالات التي تميز تونس والجزائر والتي يمكن أن تكون نقاط قوة بالنسبة لهذين البلدين الجارين. نعم، اعتقد انه انعقاد او يعني هناك يعني لجنه مشتركه عليا بين تونس والجزائر سيتم يعني عقدها عن قريب، واعتقد ان من بين الملفات المطروحه اليوم يعني حقيقه بحاله استعجاليه هو ايجاد الصياغ وقنوات التواصل بين رجال الاعمال، باعتبار ان العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين يمكن أن تشكل أرضية صلبة لدفع هذه العلاقات إلى مستوى أرقى، خاصة وأن صحيح هناك شركات جزائرية منتصبة في تونس وهناك شركات تونسية منتصبة يعني في الجزائر، ولكن اليوم نطمح إلى تكثيف يعني هذه الاستثمارات بما يخدم أولويات يعني البلدين، وأيضا تشكل ورقة قوة في مواجهة المتغيرات يعني الإقليمية والدولية. هذه المتغيرات الإقليمية يعني أصبحت دكتورة تكتلات اقتصادية وليس بصفة منفردة. هذا في الجانب الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التوافق الجزائري التونسي في أبرز القضايا الإقليمية على المنطقة المغاربية، خاصة في الملف الليبي الذي طبعا يشكل العمق أو عمق الأمن القومي للبلدين؟ نحن نتمنى يعني لليبيا التوفيق في الانتخابات يعني القادمة، باعتبار أن هذه الانتخابات ستشكل يعني خطوة نحو الاستقرار
السياسي، وعندما يكون هناك استقرار سياسي فإن الحديث عن التنسيق والتعاون المشترك يجد مساره الطبيعي. وأعتقد اليوم أنه في ظل يعني هذه المتغيرات الإقليمية والدولية يجب العمل على يعني إيجاد هذه الأرضية المشتركة من أجل دفع التعاون الثنائي جنوب جنوب بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة. أشكرك جزيلا الشكر الدكتورة جنات بن عبد الله المختصة في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من تونس. قالت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس إنها اعتقلت 4 عناصر جنوب البلاد كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية في الساحل الأفريقي. وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن التحريات الموسعة التي قامت بها مصالح الأمن سمحت بتوقيف المدعو شركي بلال الذي التحق بالجماعة الإرهابية عام 2016 و3 أفراد آخرين. على جانب آخر، قامت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في ولاية وهران غرب الجزائر بتوقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية ماك، ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى مالاي غرطة المدعو يوبا، وهو مقيم بمنطقة عزازقة في ولاية تيزي وزو شرق البلاد، وكان يعتزم مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية. بعد إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا عن قائمتها الأولية لمترشحي الرئاسيات التي استبعدت من خلالها سيف الإسلام القذافي وضمت بالمقابل خليفة حفتر، يواجه المترشح مصيرا معقدا خاصة عقب إصدار محكمة مصراتة حكما غيابيا بالإعدام ضده، موازاة مع طلب جديد للمدعي العسكري الليبي بتنفيذ أوامر الضبط بحق حفتر. قطع الطريق أمام مترشحين لرئاسيات ليبيا بعينهم يتجه ليأخذ مسارا قد يشمل جميع المعنيين بجدل التواجد في محطة 24 ديسمبر، ساعات قليلة بعيد إعلان مفوضية الانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي وقبول آخرين يتقدمهم خليفة حفتر، تصدر المحكمة العسكرية بمصراتة حكماً غيابياً بالإعدام في حق حفتر و6 ضباط، ويقضي الحكم أيضاً بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية وطردهم من الخدمة العسكرية بناءً على قضية تخص قصف قوات حفتر كلية الدفاع الجوي في مصراتة. وفي الأثناء جاء طلب آخر من المدعي العام العسكري في ليبيا إلى جهاز المباحث الجنائية بتنفيذ أوامر الضبط بحق خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا بين عامي 2019 و2020، مشدداً على ضرورة تقييدها بالسجلات الجنائية، هذا بالإضافة لمخالفته القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات. ولم تستثني واشنطن من جهتها في طلبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسليم سيف الإسلام القذافي بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إذ شددت على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات، وهي التهم التي تلاحق أيضاً خليفة حفتر. تطورات وتجاذبات تفتح باب الاحتمالات واسعاً أمام إمكانية إسقاط ورقة حفتر من المحطة السياسية، خاصة مع ما يشهده ترشحه من رفض شعبي ميداني امتد نحو أجزاء واسعة داخل ليبيا. عن الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، أهلاً بكم سيدي. من الناحية القانونية أستاذ البكوش، كيف تفسر الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة مصراتة اليوم ضد حفتر؟ مساء الخير. مساء النور. في الواقع القضية الليبية توقفت عن أن تكون قضية لها أي علاقة بالقوانين، فكما نعرف مجلس النواب انتهى قانونا في 20 أكتوبر 2015، ولا يمدد له إلا باستفتاء، ولكنه لازال مستمرا حتى اليوم في سنة 2021. وحكمت المحكمة الدستورية في ليبيا في 2014
بأن انتخابات مجلس النواب كانت غير دستورية وما إلى ذلك، فالقوانين لا تهم الآن، ما يهم الآن هو من لديه القوة على الأرض لفرض رأيه على الجميع، وهو ما يحدث بخصوص قوانين نعم. الانتخابات الآن. فعلى هذا الأساس قرارات محكمة مصراتة ربما تكون تسجل نعم. كمانع نبقى في ملف قانوني، ترشح حفتر أستاذ، هل يستغلوا في نظركم مكتب المدعي العام العسكري صفة حفتر بوصفه ضابطا لإلغاء ملف ترشحه؟ نعم. بخصوص الأخبار التي تفيد بأن حفتر أغلق محكمة سبها في وجه سيف لتمنعه من الطعن، أعتقد أن ذلك كان متوقعا. أن حفتر إن خرج من الانتخابات سوف يغلق جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل مع الانتخابات، وإن خرج سيف سوف يغلق أنصاره مقرات الدولة المختصة بالانتخابات، وإن خرجت بيبة سوف تكون هناك قوة في الغرب ستقوم بنفس الشيء. وعلى هذا الأساس كان هذا متوقعا، وأتوقع أن في الأيام القادمة إن حدث ما يمنع حفتر عن المشاركة في الانتخابات سوف يقوم بنفس الشيء بإغلاق المقرات في بنغازي. فالصراع محتدم، المعادلة كما حذرنا في السابق هي معادلة صفرية ومنافسة صفرية نعم. وخطيرة، وقد ترجع بنا إلى المربع طيب. الأول وتهدد طيب. ماذا عن قبول محكمة سبها طعن سيف الإسلام القذافي؟ أعيد سؤال، ماذا عن قبول محكمة سبها طعن سيف الإسلام القذافي دكتور؟ نحن الآن بصدد بانتظار أن يقرر المدعي العام والنائب العام العسكري وأيضا المحاكم أن حفتر لا يحق له الترشح، وخاصة أن قانون العقوبات العسكرية المادة 84 بوضوح تحظر على أي عسكري الاشتغال بأي شيء له علاقة بالسياسة، وخصوصا الاجتماعات السياسية والانضمام إلى مجموعة سياسية والانتخابات والحملات الانتخابية بالتحديد، وتعاقب هذه المادة كل من يقوم بذلك بالحبس 5 سنوات وبغرامة مالية. هذه هي المادة 84 من قانون العقوبات العسكرية، ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك. والآن اليوم شاهدنا مجلس القضاء الأعلى يتراجع للمرة الثانية عن قراراته، وأصبح الآن منغمسا في السياسة، ولا نستطيع أن نعتمد على هذه الأساس. شكرا. لا مجلس القضاء الأعلى ولا المفوضية العليا للانتخابات طيب في خضم هذه المعركة الانتخابية الغير عادلة. شكرا جزيلا لك، ولو أن سؤالي كان حول طعن سيف الإسلام القذافي وقبول هذا الطعن، أشكرك جزيلا الشكر المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، كنت معنا مباشرة من طرابلس الليبية. خرج آلاف السودانيين الخميس في احتجاجات جابت شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى من البلاد. تأتي هذه الاحتجاجات رفضا للاتفاق السياسي الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. آلاف السودانيين خرجوا اليوم في مظاهرات واحتجاجات حاشدة جابت شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مثل كردفان ودارفور، أطلقوا عليها مليونية الوفاء للشهداء، رافضين الاتفاق الذي تم إبرامه بين البرهان وحمدوك. احتجاجات قابلتها الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات بعد مواجهات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن السودانية. تصعيد يقابله تصعيد وسط مخاوف من انزلاق الاحتجاجات إلى حرب مفتوحة قد تجر السودان إلى ما لا يحمد عقباها. المظاهرات التي تقودها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالإضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين ترفع شعار لا آتي الثلاث، لا شرعية لا تفاوض لا شراكة.
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بين مطرقة الشارع وسندان البرهان، رغم أنه تكفل بتأمين وحماية هذه الاحتجاجات خوفا من أي انزلاق في الشارع. فمنذ انطلاق موجة الاحتجاجات في البلاد سقط أزيد من 40 قتيلا بحسب لجنة الأطباء السودانيين، وسط دعوات منظمات حقوقية سودانية ودولية تحذر من الاستعمال المفرط للعنف. قرار حمدوك بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات السابقة وإطلاق حوار شامل دون إقصاء، قرار تراه المعارضة السودانية بعيدا عن تحقيق مطالب الشارع الرافض لما يعتبره سيطرة مؤسسة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد، رغم وعود رئيس الوزراء بحكومة كفاءات مدنية. قالت الولايات المتحدة إنه لا حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، وإن الدبلوماسية هي الخيار الأول والأخير والأوحد لوقف الحرب الأهلية الدائرة، في وقت توجه رئيس وزرائها أبي أحمد إلى الجبهة لقيادة القوات الحكومية في قتالها ضد متمردي تيغراي شمال البلاد. لنلتقي في جبهة القتال، عبارة رددها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد أن خلع زيه المدني وارتدى بزته العسكرية، عاقدا العزم على قيادة العمليات العسكرية بنفسه بعد أن استشعر خطورة الموقف على الأرض. خطوة أبي قابلتها دعوة أمريكية بأن لا حل عسكري للصراع في إثيوبيا إلا طريق الدبلوماسية، لكن أبي يصم آذانه عن دعوات واشنطن التي يتهمها بالتآمر مع تيغراي وحلفائها لإسقاطه، كيف لا وهي التي تحتضن قياداتهم في العاصمة الأمريكية. على الأرض تحتدم المعارك على عدة جبهات، وتهدد قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة. تتحدث تقارير عن أنها باتت على مشارف أديس أباب، لكن السلطات تؤكد أن ما يعلنه المتمردون من تقدم عسكري وتهديد وشيك للعاصمة مبالغ فيه. تحاول جبهة تيغراي التوغل حتى بلدة ميلي بهدف قطع طريق حيوي يربط ميناء جيبوتي بأديس أبابا، غير أن قوات إقليم عفر الموالي للحكومة تصدت لها. يؤكد الرواية المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائلا إن الجيش الأثيوبي وجماعات مسلحة من الإقليم تمكنوا إلى حد الآن من وقف التحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن القوات تمكنت من التحرك جنوبا صوب أديس أبابا التي بات يفصلها عن المتمردين 100 كيلومتر ليس إلا. تفشل الوساطة الأمريكية والإفريقية والأممية في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين لوقف الحرب الأهلية، فيذيق الخناق على أبي أحمد فيستغيث بشعبه لوقف زحف قوات تيغراي ومن والاه. تتحدث آخر التقارير عن أن الإمارات دخلت على الخط وأنها أنشأت جسرا جويا لدعم الجيش الإثيوبي. يزداد المشهد خطورة وضبابية في البلاد، فتسارع الدول إلى حث رعاياها على مغادرة إثيوبيا بشكل فوري، من بينها فرنسا، ألمانيا، تركيا، أمريكا والمملكة المتحدة. يبرم الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيطالي الجمعة معاهدة للتعاون بالعاصمة روما، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات كالوضع في المتوسط والساحل الأفريقي والأزمة الليبية. تأتي هذه الخطوة بعد مرحلة صدام وتنافس بين البلدين. معاهدة كويرينال للتعاون، هل تطوي سنوات من الخلاف بين إيطاليا وفرنسا؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم إلى العاصمة روما يسعى من خلال هذه الزيارة إلى رسم مرحلة جديدة في عمر العلاقات بين البلدين. فبعد الصدام والتنافس الإقليمي، يرى مراقبون أن الاحتكام للربح المشترك من خلال التوافق على خطوط عريضة، خاصة ما تعلق بقضايا الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الخارجية التي تلتقي عندها المصالح الفرنسية والإيطالية، على غرار الوضع في الساحل الإفريقي والأزمة الليبية. المعاهدة تعطل البت فيها سنة 2018 أيام حكومة جوزيبي كونتي الأولى بسبب توترات دبلوماسية بين روما وباريس، إثر اتهام وزير الداخلية آنذاك فرنسا بإفقار إفريقيا، واصفا ماكرون بأنه رئيس بالغ السوء
على خلفيات ملف المهاجرين ومعركة النفوذ بليبيا خاصة، بالإضافة إلى اجتماع نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق في فرنسا مع قادة حركة السطولات الصفراء. فرنسا قالت في مسعاها الجديد إن هدفها يتمثل في دفع شركائها الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر بشكل جماعي والمرور إلى مرحلة اتفاق داخلي بدل العداء. وفي ذات السياق وصف أمين سر الشؤون الأوروبية الذي أطلق الاتفاقية الثنائية الإيطالية الفرنسية التي قادت إلى إبرام المعاهدة، وصفها بأنها حقنة ثقة وأداة لجعل التكامل الأوروبي أكثر صلابة. هي مساعي فرنسية لإعادة رسم خريطة تواجدها أوروبيا وما ينجر عنها من نفوذ إقليمي، خاصة مع بوادر انفراج الأزمة الليبية التي طالما اتهمت فيها باريس بامتلاك يد فيما يحدث بالمستعمرة القديمة لإيطاليا. معنا الكاتب والصحفي محمد يوسف من روما الإيطالية، مرحبا أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، ما الجديد الذي تحمله هذه المعاهدة بين روما وباريس؟ بالطبع المعاهدة بتأتي في وقت كانت تحتاج للعلاقة بين الدولتين إلى مثل هذه المعاهدة لتنسيق الأوضاع بالنسبة لثلاث ملفات أو ثلاث محاور، هي الحد من الهجرة الغير شرعية وإرساء الاستقرار في الوضع الليبي والتنسيق في أمن حوض المتوسط. بالتالي كانت إيطاليا تحتاج إلى فرنسا في هذا الوضع، وفرنسا تحتاج إلى إيطاليا للتنسيق فيما بينهم للسعي لوضع تاريخ للانتخابات الليبية وإتمامها في موعدها، الحد من وجود المجموعات المسلحة في ليبيا وإرساء الاستقرار والأوضاع في ليبيا للحد من موجات الهجرة غير شرعية التي تنطلق من السواحل الليبية إلى سواحل إيطاليا. نعم مباشرة. سيد محمد يوسف، في هذه النقطة بالذات هل تجاوز البلدان الخلافات بخصوص ملف الهجرة طبعا وخاصة الملف الليبي، هذه الملفات تحديدا؟ بالطبع بالنسبة لليبيا كانت التحركات الإيطالية الفرنسية لإرساء الأوضاع في ليبيا للحد من الدول التي تريد أو من شأنها أن تعرقل الانتخابات الليبية التي من المقرر أن تجرى في 24 من شهر ديسمبر القادم. هناك بعض الدول لا تريد لهذه الانتخابات الانتخابات الرئاسية أن تتم، بالتالي كان التحرك الفرنسي الإيطالي أو الإيطالي الفرنسي لكي تكون الانتخابات تجرى في موعدها. بالنسبة للهجرة الغير شرعية بيتم تنسيق الأمن على السواحل الليبية ما بين فرنسا وإيطاليا وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية للحد من موجات الهجرة الغير شرعية التي تنطلق من السواحل الليبية إلى إيطاليا وبالتالي من إيطاليا إلى فرنسا، فكل المهاجرين بيأتوا إلى إيطاليا كسلم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي. بالتالي بيحتاج الدولتين أيضا إلى تنسيق من ألمانيا وباقي الاتحاد الأوروبي للوقوف والحيلولة دون وصول هذه الموجات إلى الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي، أو تغلغل بعض الخوف بتاع الدول الأوروبية، تغلغل بعض أو اندساس بعض الإرهابيين بين هذه الموجات وتهديد أمن الدول الأوروبية. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سيد محمد يوسف، كنت معنا مباشرة من روما الإيطالية. قضى 27 مهاجرا حتفهم على الأقل الأربعاء بعد غرق زورقهم قبالة كالي خلال محاولتهم العبور نحو السواحل البريطانية في كارثة إنسانية غير مسبوقة استدعت من باريس ولندن اتفاقا لتعزيز التعاون بينهما. بحر الموش أو بالأحرى مقبرة الموش التي باتت تبتلع أرواح المهاجرين غير الشرعيين مجبرين غير مخيرين للوصول إلى بريطانيا التي يرونها الأرض التي تمنحهم حلم العيش بسلام. 30 مهاجرا من بينهم طفلة وخمس نساء إحداهن حامل لقوا حتفهم في حادث غرق زورق في قناة الموش
شمال فرنسا، وهذه أكبر حصيلة تسجل منذ تنامي عدد عمليات العبور عبر المونش في 2018. كارثة إنسانية مؤلمة على طريق الهجرة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً بصبغة طارئة لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانون أعلن من كالي شمال فرنسا عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في أنهم مهربو مهاجرين على علاقة بغرق الزورق، داعياً إلى رد فعل دولي قوي وجدي تجاه الحادثة. رغم الخلاف المتصاعد بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول كيفية منع عبور المهاجرين الذي تزايد بشكل لافت في الآونة الأخيرة، فإن الواقعة دفعتهما اليوم إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لاحتواء هذه الظاهرة. حتى وإن لم تحد جنسيات الغرق في هذا الحادث المأساوي، يبدو أن التصدي بحزم الإعصابات الاتجار بالبشر صار محتماً على أوروبا بشكل عام وعلى فرنسا، إيطاليا وبريطانيا بشكل خاص، هذه البلدان التي سجلت أجهزتها 15,400 محاولة عبور وإنقاذ 3,500 راكب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. تدق منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث تصاعدت نسب العنف لتبلغ 70% بالعالم، ارتفاع تعود أسبابه حسب الدراسات إلى غياب الوعي وانتشار المشاكل الأسرية إضافة إلى مخلفات فيروس كورونا. واحدة من أصل 3 نساء قد تعرضت للعنف في مرحلة من مراحل حياتها، هي آخر إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للعام 2021، أرقام مخيفة تترجم حسب الخبراء واقعاً أليماً تعايشه المرأة في مختلف المجتمعات، حيث وصلت نسبة العنف في منطقة الشرق الأوسط إلى 37% من إجمالي الحالات العالمية. من جهتها ارتفعت النسبة في الصين إلى 30%، ووصلت في نيويورك إلى نسبة 10%. وقد ساهمت جائحة كورونا في رفع النسبة الإجمالية للعنف ضد المرأة في العالم بنسبة 70%. لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشاراً وإلحاحاً في العالم اليوم، وهو جريمة بغيضة وحالة من حالات الطوارئ الصحية العامة، له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات في كل ركن من أركان العالم. وتؤكد آخر الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19 زادت مستويات العنف ضد النساء في 13 بلداً. إن العنف في أي جزء من المجتمع يؤثر علينا، بدءاً من الندوب التي ستطال الجيل القادم وحتى إضعاف النسيج الاجتماعي. لون العالم برتقالياً، شعار تبنته منظمة الأمم المتحدة في حملتها المناهضة للعنف ضد المرأة، حملة تحسيسية تستمر لغاية 10 ديسمبر الداخل. يمثل بدء الحملة السنوية التي تدوم 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، وهي سلسلة من الأحداث الهادفة إلى إحداث تغيير حقيقي. سيكون الشعار لعام 2020 لون العالم برتقالياً، فلننهي العنف ضد المرأة الآن، حيث يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل أكثر إشراقاً خالٍ من العنف. ولطالما شكلت المجموعات النسائية والأشخاص المعنيون عنصراً أساسياً في التقدم الذي أحرز، ويمكننا المضي قدماً سوياً أن نجعل الحياة أفضل وأكثر إشراقاً لعدد أكبر من الفتيات والنساء في العالم. الحملة التي ستستمر لأسبوعين ستعرف عقد فعاليات من بينها إضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف. وسيشارك في الفعالية ممثلون من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني النسائية ووكالات الأمم المتحدة. خلق استراتيجية جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة من جذوره هو أمر حتمي دعت إليه الأمم المتحدة، والذي يستلزم تكاتف الجهود في سبيل تحقيق المساواة والتنمية لخلق واقع أفضل للمرأة في مختلف المجتمعات. أشرط الحصاد من قناة الجزائر الدولية مستمرة.
مرحبا بالزميلة اسماء ضيف وأخبار الاقتصاد. أهلا بك عبد الغفور، أهلا بكم مشاهدين على هذا الموعد الاقتصادي. في المستهل واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثالث على التوالي متجاهلة توسع تحركات كبار المستهلكين لسحب مخزوناتهم الاستراتيجية في تكثل المنسق لكبح الأسعار، في وقت يستعد تحالف أوبك بلس للرد على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزامن مع أنباء عن مشاورات روسية سعودية نحو وقف زيادات مزمعة في إنتاج النفط. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوماً أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يوميا من الخام اعتبارا من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجين للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. هذا وأعلنت ثلاث دول أعضاء ضمن تحالف أوبك بلس الخميس التزامها الكامل باتفاق خفض الإنتاج بواقع 400,000 برميل يومياً اعتباراً من الفاتح ديسمبر المقبل. وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن وزارة الطاقة الإماراتية تأكيدها أن أي قرار سيتخذ بشكل جماعي من قبل التحالف في اجتماعها المقبل، نافية وجود موقف مسبق بشأن اللقاء. من جهتها أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت متأخر الأربعاء نقلا عن وزارة النفط التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف أوبك بلس. من جانبه أعلن العراق دعمه خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الكارتل النفطي يتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض المحروض. تطورات تأتي في وقت تفاقمت الشكوك لدى المستثمرين بشأن فعاليات عمليات السحب المنسقة للخام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار المستهلكين. وتوقعت كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية أن يكون للخطوة تأثير محدود في ظل تكهنات لتجاوز أسعار الذهب الأسود حاجز $90 للبرميل العام المقبل. قبل أن تجد مبادرة بايدن لكبح ارتفاع أسعار النفط طريقها نحو أسواق الخام، سارعت كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية لإطلاق توقعات متشائمة بشأن تأثيرات التحرك المنسق لكبار مستهلكي الطاقة باللجوء إلى استغلال مخزوناتها الاستراتيجية لزيادة المعروض النفطي المطروح. بنك جولدمان ساكس أكبر الكيانات المتخصصة في تعقب حركة أسواق السلع الأولية في العالم توقع أن يكون لتحركات بايدن تأثير قصير الأمد على خلفية تراجع الاستثمارات الدولية في الصناعة النفطية والغازية على مدار السنوات الأخيرة والمدعومة لتعاف قوي للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. مؤشرات تكهن البنك الاستثماري الأمريكي أن تخيم على الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس بما يدعم من التوجه لرفض الكارتل النفطي لزيادة حصص إنتاج أعضائه اعتبارا من جانفي المقبل،
بفعل انخفاض الطلب على الوقود في أوروبا على ضوء عودة بعض الحكومات لسياسة الإغلاق العام لمجابهة تفاقم الوضع الوبائي. بلغة الأرقام، تتوقع المجموعة الاستثمارية الأمريكية أن لا يتجاوز المعروض النفطي الذي تتيحه الخطوة الأمريكية المنسقة مع كبار المستهلكين مستوى 80 مليون برميل يومياً، في مقابل طلب عالمي يفوق 100 مليون برميل يومياً. على ذلك النحو يستشرف بنك جي بي مورغان، أكبر مجموعة لإدارة الثروات والأصول في العالم، أن يرتفع سعر نفط برنت القياسي العالمي 88 دولاراً للبرميل العام المقبل، مع توقعات بتجاوزه ذروة 90 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من نفس العام. توقعات متفائلة تستند على تكهنات بتجاوز الطلب العالمي على الخام مستويات ما قبل الجائحة بحلول مارس القادم، وبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين مسيطرة على توجهات السوق النفطية في غضون 3 سنوات المقبلة على الأقل. صادق أعضاء مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان الجزائري الخميس بالإجماع لصالح مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة بعد أسبوعين من المناقشة. وحظي مشروع القانون المثير للجدل بإجمالي أصوات السيناتورات ب 109 أصوات مؤيدة، ليتمم بذلك البرلمان بغرفته مناقشة مشروع القانون الذي ينتظر أن يوقعه رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر المقبل. هذا وأكد الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون يعد تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية والجبائية وضمان ديمومة ميزانية الدولة. إنكم بتصويتكم على قانون المالية 22 فإنكم صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، صادقتم على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، صادقتم على التكريس مبدأ العدالة الجبائية، وقد كرستم مبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة، وكرستم السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية، وكذلك توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه، وهذا بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا. ختام الموعد الاقتصادي، عودة إليك عبد الغفور. شكرا أسماء، أخبارنا متواصلة. الرياضة بعد قليل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أخبار الرياضة والزميل خالد معزوزي، أهلا وسهلا بك. أهلا عبد الغفور، مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي من قناة الجزائر الدولية. بداية، كانت الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدور أبطال أوروبا مثيرة، وقبل جولة واحدة عن نهاية هذه المرحلة من المنافسة بدأت ملامح الدور المقبل في الظهور. قراءة في مباراة الجولة تأتيكم من خلال التقرير التالي. مباريات الجولة الخامسة من دور أبطال أوروبا كشفت عن كل أسرارها وأوفت بكل وعودها وأماطت اللثام عن النوادي التي ضمنت تأهلها للدور 16. ومع اقتراب إسدال الستار عن مباريات مجموعات دور الأبطال التي لم يتبقى منها سوى جولة واحدة، حجز عدد من الأندية مكانة له في الدور 16 مبكراً حتى قبل انقضاء الجولة الأخيرة التي تحدد خلالها متأهلون جدد ليصل عددهم إلى 11 فريقاً في الثمن النهائي، منها من حسم تأهله كمتصدر ووصيف، ومنها من عليه الانتظار حتى الجولة الأخيرة. المجموعة الأولى عرفت تأهل رفقاء المتألق رياض محرز المان سيتي كمتصدر والنادي الباريسي كوصيف، فيما تأهل ليفربول أول المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة تحددت المقاعد بصعود أياكس أمستردام وسبورتينغ لشبونة كأول وثاني على التوالي، فيما أكد الميرنغي والأنتر تواجدهما في ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة ليرافقهما النادي البافاري البايرن
متسيد المجموعة الخامسة، وحضور شياطين الحمر اليونايتد في ثمن النهائي كمتصدر للسادسة. أما في المجموعة السابعة فالصراع ما زال محتدماً ولم يحسم بعد حتى الجولة الأخيرة، لكنه حسم في الثامنة والأخيرة بمرور البلوز تشيلسي واليوفي إلى الدور السادس عشر، على أمل أن تستوفي الجولة السادسة والأخيرة عقد الأندية التي تصارع للفوز بذات الأذنين. هذا ويبدو أن عودة نادي ميلان سي بالفوز من العاصمة الإسبانية على حساب أتلتيكو مدريد أسعدت كثيرا المدرب ستيفانو بيولي، والذي أكد أن الأمر لم يكن سهلا أمام فريق من الصعب الفوز عليه خاصة بالنسبة للأندية الإيطالية. أعتقد أن أكثر ما يهم فريقنا اليوم في مدريد أننا اختبرنا قتالية اللاعبين أمام فريق يتسم باللعب الخشن والتركيز العالي. أعتقد أنه من الجيد أننا فزنا في مباراة صعبة في ملعب دائما ما كان يشكل هاجسا للأندية الإيطالية التي فشلت في الفوز في مدريد ما عدا بارما عام 99، لذلك نحن سعداء بهذا الفوز، لكن مع ذلك وجب علينا مواصلة العمل لأننا نمثل ميلان الكبير. الآن علينا نسيان هذه المواجهة رغم أن حجم هذا اللقاء والخبرة التي أخذها لاعبونا كانت مفيدة، وهو الأمر الذي يجعلنا نفهم وندرس أداء المستوى العالي. في موضع آخر، تمر اليوم سنة واحدة على وفاة اللاعب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، والذي ترك بصمة لا تمحى من سجلات تاريخ منتخب بلاده والنوادي التي لعب لها في مسيرته الكروية، على غرار بوكا جونيورز الأرجنتيني، برشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالية، مسيرة حافلة رغم ويلات الكحول والإدمان. يذكره العالم ولن ينساه ما دام أنه خارق خلد اسمه في سجل الأساطير وطوى. دييغو أرماندو مارادونا اسم تلاعب بمفاهيم لعبة كرة القدم فوضعته في خانة عريسها المقتدر كأفضل قدم رأس بل ويد لمسها. لم يكن عاديا حد عشقه الإبحار في بحر الإدمان رغم الأمواج العاتية له. تمكن من تشييد جسر المقارنة بين الكل في كل زمان وفي كل مكان. كان دييغو البصمة التي لا يمحى أثرها من الذاكرة، ليس جرما منه بل عشقا لابن بوينوس آيروس الذي لم يكن مراوغا فقط بل راقصا بعروسته على أنغام التانغو. سنة على رحيل مارادونا، رحيل شابه الغموض بعد أن أطلق خيوط الحياة في السن 60، تاركا وراءه لغزا غامضا لمن زاد شمس الأرجنتين سطوعا حين رد الاعتبار لها ذات صيف في 86-900 بلقب كأس العالم. معدن الدرع حينها زاد قيمة فحامله لاعب خارق تخطى وتجاوز ويلات الكحول والكوكايين. دييغو كان ولا يزال وسيبقى رغم وفاته الفتى المدلل، وهو الذي راوغ بأقدامه الذهبية المضيئة وسط الشوارع الفقيرة العاتمة. نوره الفاقع أضاء شوارع الجنوب الإيطالي من بوابة نابولي، النادي الذي عرف طرق الأمجاد تحت إمرة لاعب فاق طوله ظله. رمز من رموز كرة القدم يقف اليوم أمامه العالم منحني الرأس منكسر النفس حزنا على فراق من كانت كرة القدم حذاؤه. من جانب آخر، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مخاوفه بشأن استعدادات الكاميرون لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2021. الكاف اعتبرت أن البلد الذي يستعد لاحتضان المنافسة لم يحترم التزامه وقول باستكمال ورشات المشاريع التي أطلقها، وهذا قبل شهر ونصف فقط عن انطلاق العرس الإفريقي. الكاف عربت كذلك عن تخوفها من إمكانية تطبيق البروتوكول الصحي للولوج إلى الملاعب والمرافق، وذلك لضمان سلامة اللاعبين، مخاوف ستشغل حيزا هاما من الجمعية العامة الاستثنائية التي تنعقد غدا الجمعة في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. مشاهدين، إذن وفي سياق متصل الحديث أكثر عن قضية احتمال نقل الكان إلى بلد آخر، يلتحق بنا عبر خدمة سكايب الناقد الرياضي والإعلامي المصري محمد شحاتة. إذن كابتن، أهلا بك، أنت معنا على المباشر في قناة الجزائر الدولية إذن للحديث عن هذا الموضوع، أهلا بك. أهلا بك أستاذ خالد.
إذن كابتن الموعد سيكون غدا الجمعة في القاهرة بمناسبة الجمعية العامة الاستثنائية للكاف. الموضوع يعني الأبرز الذي سيشغل أشغال الجمعية هو إمكانية نقل الكان مرة أخرى إلى بلد آخر في سيناريو مشابه لما عشناه في سنة 2019. ما مدى صحة هذا يعني هذه الإمكانية؟ في الآونة الأخيرة انتشرت بعض التسريبات يعني، وبالتحديد في 17 نوفمبر من هذا الشهر، يعني هناك بعض التسريبات التي تشير إلى عدم استعداد الكاميرون، ولكن المتحدث الرسمي باسم البطولة والمتحدث الرسمي باسم الكاميرون أعلن عن استعداد الكاميرون لاستضافة هذه البطولة، ولكن هنا الأمور تسير في هذا الاتجاه. هناك ضغوط من الأندية الأوروبية يعني، وخصوصا ليفربول، يعني حتى أن في تصريح للمدرب يورجن كلوب يعني بصرح أن بطولة إفريقيا بطولة مصغرة ولا تستحق كل هذا الاهتمام. أعتقد أن الأندية خايفة من أنها تخسر لاعبيها يعني في البطولات الكبرى. وأيضا ظهرت بعض التقارير عن رغبة دولة قطر في استضافة بطولة إفريقيا، يعني مما دفع كل هذه الأمور تدعو إلى الشكوك. ولكن أعتقد أن الاتحاد الكاميروني أعلن عن جاهزيته التامة، وحتى أن وعد أنه هتنتهي جميع الأعمال في 30 نوفمبر، وحتى أعلن في وقت عن استعداداته للاستعدادات الصحية يعني لمواجهة الاستعدادات الصحية لهذه البطولة. يعني أعتقد أن الموضوع عبارة عن كابتن محمد بتدور في الكنيسة. كابتن محمد، في رأيك ما سبب هذا التخبط؟ في كل مرة شفنا أنه السيناريو تكرر في 2019، حتى في 2015 لما ألغيت الكان التي كانت مقررة في المغرب، ثم اضطرت الكاف لتنظيمها في غينيا الاستوائية. ما سبب هذا التخبط في كل مرة؟ أنت تحدثت عن البديل، في رأيك ما السبب؟ هل يمكن القول أنه الكاف أخطأت باختيار الكاميرون لتنظيم هذه الدورة؟ لا أعتقد ذلك. كما ذكرت زميلي خالد، يعني الموضوع داخل فيه شق ضغط أوروبي وتقدم دولة قطر. يعني هنرى غدا إن شاء الله سيتم حسم هذا الجدل يعني، وإن كنت أرى أنه لن يتم نقل هذه البطولة. يعني الجانب الكاميروني أعلن عن استعداده التام وأنشأ العديد من الملاعب والطرق. أعتقد أن هذه المعلومات، وبعدين لماذا ظهر هذا التقرير الآن؟ يعني ظهر مع ظهور طلب قطر استضافة البطولة، وظهر مع الضغط الأوروبي لإلغاء البطولة. أعتقد أن الموضوع سينتهي يعني، وسيقابل بالرفض من قبل الأعضاء في الجمعية العمومية يعني. كابتن محمد، بالإضافة لعدم جاهزية الكاميرون واحتمال نقل كأس أمم إفريقيا إلى بلد آخر، هناك موضوع يثير جدل على الساحة القارية، وهو احتمال تغيير القوانين المتعلقة بتصفية كأس العالم، أي يعني مباراة السد يمكن أن تتغير القوانين الخاصة بها، يعني أن نتنقل من خوض مباراة السد في مباراة ذهاب وإياب إلى مباراة واحدة تكون فاصلة في طريق العبور إلى كأس العالم. ما مدى صحة هذه الأخبار يعني؟ هناك جدل كبير في الاتحاد الإفريقي يعني، حتى إن في تضارب بين اللوائح يعني. إن الاتحاد الإفريقي في شهر 9 نوفمبر 2019 أعلن عن وضع اللائحة التي ستنظم التصفيات، وهي أنه المباراة الفاصلة ستلعب من ذهابا وإيابا، وأنه سيتم تصنيف المنتخبات العشر الأوائل إلى بالنسبة للتصنيف الأول سيشمل 5 منتخبات والخمس الآخرين، وبالتالي الخمسة أصحاب التصنيف الأول سيلعبون مباراة العودة على أرضهم. ولكن حدث فيما بعد أن أرسل الاتحاد الدولي اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي، وهي تنص على إقامة مباراة من مباراة واحدة، مما أدى إلى تضارب في هذا الموضوع. واليوم ظهر موضوع آخر الكل يتحدث عنه، عن سعي قطر لاستضافة هذه المباريات الفاصلة، 5 مباريات فاصلة على أرضها، بانتظار الحسم غدا إن شاء الله. إذن الناقد الرياضي والإعلامي المصري محمد شحاتة، كنت معنا على المباشر من القاهرة بمصر، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ خالد، وليك وللسادة المشاهدين، شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الرياضي. عبد الغفور، عبد إليك. شكرا جزيلا لك خالد. مشاهدينا، أحيت الفرقة الموسيقية الداي على مسرح اليوبيل في إكسبو دبي 2020
حفلا موسيقيا يمزج بين طابع الفلامينكو والشعبي والديوان، وهذا أمام جمهور غفير استمتع بمزيج من الأغاني الأصيلة بشكل عصري. حفل فرقة الداية الجزائرية دام قرابة ساعتين، أدت فيه الفرقة أكثر من 10 مقاطع موسيقية تمزج بين العديد من الطوابع الموسيقية على غرار الديوان الشعبي، الصنبا والصلصة، حيث استمتع الحضور بكل لحظة من هذا الحفل الذي أعطى شعورا بالحميمية والألفة. وشهدت الأمسية الموسيقية تفاعلاً كبيراً بين فرقة الداي والجمهور الجزائري الذي ردد في انسجام كلمات الأغاني مع عناصر الفرقة التي أنشئت سنة 2009 عقب لقاء بين مجموعة من الشباب المنحدرين من حي حسين داي بالجزائر العاصمة. تقدم الفرقة مزيجا من الطبوع الموسيقية محافظة بذلك على التراث الموسيقي الجزائري. تشتهر الموسيقى الجزائرية بتفاعلها مع الثقافات الأخرى وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية، ما يجعلها قريبة ومحببة إلى مختلف الجنسيات، ليبقى هذا الحدث العالمي بوابة لاستقطاب الزوار إلى الجزائر الغنية بإرثها الثقافي والتاريخي العريق. تابعتم معنا في نشرة الحصاد. ملفات الأمن والاقتصاد على رأس أولويات زيارة العمل لرئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر. محكمة ليبيا تصدر حكما غيابيا بالإعدام ضد خليفة حفتر، ومحكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي. الرئيس الفرنسي يصل روما، هل تطوي الزيارة سنوات من الخلاف بين البلدين؟ بايدن يدرس خطوات إضافية لتعزيز حربه لخفض أسعار النفط، المستثمرون يشككون في فعالية سحب الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية. وتابعتم معنا أيضا، لون العالم برتقاليا شعار الأمم المتحدة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.